النخلة الغربية هاي من هي إيه؟ هاي النخلة الغربية خلوا يرجع هو لغاية لا تدش ما ندش دشر شوي دشرت شوي مسكت انا اسمع هات لي يا جاي ابو من هي بس الجوال وكيله ما حركت خليها بيناتنا ماشي علم ما عندي يا شيخ الله والصلاة والسلام على رسول الله نقوم الان باطلاق صواريخ راجمة محلية الصنع من قبل لواء بشائر النصر التابع لجبهة الأصالة والتنمية في المنطقة الشرقية وإطلاق الصواريخ باتجاه مطار دير الزور العسكري بعون الله تعالى الله أكبر الله أكبر بسم الله والله أكبر أجل جاي إذا ما راح المكتب روح بسرعة تأكد منها بس تحركت أو ما تحركت ارجع ما بشي ارجع ما بشي هاي قصي ما وصلت.